السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه ليعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر وتجنبوها الأشقى الذي نسل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير من وأبقى إِنَّ